الاكله التقليديه فكما نحب الاكله التقليديه تاع بلادنا، كان ماذا بيا نختم كامل اكله، نتعلم اكله تقليديه كامل تاع بلادنا. يعني انا بديت من الطفوله، عندي جداتي تعلمت عن جداتي، تعلمت نطيب عن جداتي، ندير المطلوع، ندير الكسره، ندير البراج في العراس، كي نكونوا في العراس وما الدراري يكونوا راقدين انا نحب ندخل معهم الكوزينه نشوفهم كيفاش يديروا، كيفاش يطيبوا، كيفاش نحب هكا في المناسبات نشاركهم. مالقي كنت السن تاعي كان صغير تعلمت وليت ندخل معهم الكوزينه، هذه هي الاخرى صافي حبيتها من الطفوله تاعي. دوكا عندي تقريبا واحد 8 سنين خدمه، يعني انطلقت للميدان. انا نحب الصيف، انا كي نكون زحفانه نكون مقلقه نكون عيانه كي نجي للصيف نرتاح فيها، كنت نحب نجي نحوس منها حتى وليت نخدم فيها. جاتهم حاجة مغربة كي يشوفوا مرا طيب برا، وكاين ناس عندهم فضول يحبوا يشوفوا يجوزوا هكا في طنوبيلة تاعهم يشوفوا بلي مرا يطيب يحبسوا، يقول لك حنا نحبوا نجوا كي نشوفوا مرا ماذا بينا مرا هي اللي طيب لنا محاجب. وهذا يقول لي أول مرة شفنا مرا طيب يعني برا، مش كيما رجال مضاريين كوموندور عند رجال. دوك هذاك في ولاية ستيف قال لي أول مرة نشوفوا بلي مرا يطيب برا، بس هو صح الناس نسات بعت برا تحب تاكل برا، يهربوا الماكلة تاع الدار باش ياكلوا برا تاكوس منا، بصح كي يشوفوا ماكله طيبه اكله تقليديه وطيب برا كيما زفيطي كيما شخشوخه كيما طعام كيما نتوما هنا تعيطوا لها البربوشه، انا في البيضه حنا نعيطوا لها طعام. صافي على هذيك انا حابه نزيد ماذا بيا كل الولايات نتعلموا ماكلاتهم ونطيبوها باش الناس تاكلها، باسكو الناس شغل هربت لبرا بزاف ياكلوا تاكوس منا، ماذا بينا يولوا ياكلوا ماكله تاع الدار. كاين ناس اللي تعاونوني باش تعلمت كيما انايا الشخشوخه والزفيطي ما مش تاع بلادي كيما الدباره ماشي تاع المنطقه اللي عايشتها انا، بصح لقيت لي شيف علموني كيما عندي شيف محمد بن ولاد بسكره، يعني هو اللي علمني باش نطيب دباره شخشوخه. كيما رحت لبوسعاده شفتهم كيفاش يخدموا زفيطي، ثاني دخلته هنا عندنا وليت انا نخدم زفيطي، يعني مش من منطقتي بصح نخدم زفيطي. كل ماذا بيا كيما هنا تريده شخشوخه تاعكم هنايا في ولايه سطيف عندكم نتوما شخشوخه تطفر، ماذا بيا كامل هذو كامل نديروه في هذا المحل ان شاء الله بربي. ماذا بينا احنا نديرو دوباره، عندنا شربات، عندنا كسره، عندنا مطلوع، عندنا ثاني كسره محشيه، عندنا بوراك، عندنا تحليه، ان شاء الله بربي ماذا بينا بالك ندير لكم زلابيه بوفارك، ندير لكم قلب اللوز، قطايف، كنافه، يعني هادو اللي نقدروا نخصوهم لكم هنايا. شاركت في معرض الكتاب في خيمه الامير من بسكره، شاركت ثاني في معرض الكسكس الدولي، شاركت ثاني في لافوار، شاركنا في لافوار ثاني، خدمنا ثاني في وهران، ثاني كان عندنا معرض في وهران في مستغانم، ثاني عرضونا وشاركنا، وان شاء الله انا حابين نخرجوا مال تونس ان شاء الله بربي بالك لكتب لنا المكتب نخرجوا لتونس. حابه نكون يعني حتى نخرج كيما الولايات تاعنا كيما نقولوا لتونس، انا حابه ثاني مصر باسكو عندنا الجزائريين في الغربه بزاف يعني يحبوا الماكله تاعنا وشويه ناقصه الماكله تاعنا، ماذا بيا نخرج برا البلاد. دي زاد نيوز، ان يصلك الخبر بالصوت والصوره.